مرحبا بكم مشاهدينا الى هذه الحلقه الجديده من نبض موسكو لليوم، حلقتنا من نبض موسكو ستكون تحت عنوان روسيا في مواجهه محاولات نصف المحادثات السوريه. العناوين السياسيه المطروحه في جنيف وما يرافقها من تصريحات روسيه امريكيه علاوه عن تطور المشهد الميداني ستكون محور حوارنا في نبض موسكو لهذا اليوم. ومن التساؤلات هل يتواصل جنيف الثلاثي بعد انسحاب وفد الرياض؟ ماذا عن وقف الاعمال القتاليه بعد الخروقات الكثيره من قبل الارهابيين؟ كيف ستتدخل روسيا وامريكا في هذه المرحله؟ وماذا عن الميدان في ظل ارسال امريكا نحو 250 مقاتل من قواتها الى سوريا؟ اكيد هذه المحا... المحاور ستكون ضمن طاوله النقاش مع ضيفي هنا في الاستوديو مع المحلل السياسي الاستاذ ممدوح حسن اهلا وسهلا فيك شكرا اهلا فيك شكرا استاذ ممدوح بدايه عن كيف ترى المسار السياسي في جنيف اليوم وخاصه بعد تاكيدات باستمراره بما حضر نعم نعم مؤتمر جنيف قرار سياسي دولي متفق على ان يكون هو الإطار لعلاج الأزمة السورية وهذا أمر تم بالتوافق ولا نقول بالاتفاق بالتوافق بين الدولتين العظميتين روسيا وأمريكا لا شك هذا اللقاء الثالث كان متعثرا بسبب الوفد الذي خرج من السعودية نعم ومن المؤسف بين قوسين انه ان اسمه مؤتمر او وفد الرياض يعني هو لا ينتمي الى الجمهوريه العربيه السعوديه هو وفد رياض نعم. وفد السعوديه واعجبتني نكته من صديق اللي قال هذا وفد الرياضات رياض حجاب ورياض نعشان اغا والرياض نعم. هؤلاء في الواقع هم كالبيادق يتحركون. ونحن لا نهجو ولا نتحدث إلا بما هو ملموس ودقيق نعم. يتحركون وفق إملاءات ساداتهم في السعودية والسعودية تماما هي وتركيا تعملان بجدية كاملة نعم. على تعثر مؤتمر جنيف وعدم الوصول أو يعني الاتصال مع كل الاطراف للاتفاق على مخرج للازمه السوريه صحيح وهم يراهنون على الاشهر المتبقيه من الرئاسه الامريكيه انهم يجب ان يماطلوا ويعثروا ويتباطؤوا وياخذوا مظاهر استعراضيه امام الكاميرات وامام التصريحات الاعلاميه حتى ياتي زمن الرئاسة الامريكية الجديدة لانهم يراهنون ويعتبرون ان الرئاسة القادمة قد تكون لمصلحتهم، لانهم بوجهة نظري انا ليسوا متطابقين في الرؤى وفي المواقف حتى مع الادارة الامريكية في المنطقة. وهذا امر انا اعتبره طبيعيا الى هذه الدرجة؟ نعم انا اعتبره طبيعيا وهذا الأمر أصبح واضحا تماما بعد الاتفاق النووي الإيراني. كلنا. إحنا رح نفصل بهذا كلنا الموضوع. كلنا نعرف أن نعم. هذا أمر شكل شبه قطيعة نعم. شبه قطيعة مؤقتة بهامش خلاف بين إسرائيل والسعودية وتركيا مع الإدارة الأمريكية. اليوم روسيا كانت دائما تطالب بمشاركه جميع الاطراف ضمن محادثات جنيف برايك الوفد كان دائما يطالب بانه هو الطرف الوحيد الذي يشكل المعارضه او هو الذي يتحدث بلسان هذه ما يسمي نفسه معارضه اليوم الاكراد والاطراف الاخرى اين هي اليوم من جنيف بالواقع الاكراد استبعدوا ارضاء لتركيا وهذا الاستبعاد هو استبعاد مؤقت والمكون الكردي مكون تاريخي قديم ها. في المنطقه في الدول الثلاث الهامه سوريا والعراق وتركيا ولا يمكن استبعاده بالمطلق وأظن الطرف الكردي الطرف الكردي واظنه سيلتحق بمركبه المفاوضات في جنيف يعني المكون الكردي ما حدا فيتو يقول مالو وجود تاريخي قديم، مالو مكون ثقافي، مالو لكن تركيا تخشى جدا من وجود كيان كردي في المنطقه، سواء باداره حكم ذاتي ام بالفدره التي تم الاعلان عنها، واظنها ساقطه على المستوى التاريخي مستقبلا. فارضاء لتركيا تم استبعاد الطرف الكردي. الطرف الكردي في في جنيف لكن هو سيدعى قولا واحدا في المستقبل طرف اما الرياض اما الرياض نعم. ان يدعي انه وحده يمثل المعارضه السوريه فهذه أضغاث احلام يعني اولا هو يسعى لان يستحوذ أي. على اولا هو ليس كذلك وهو غير معترف عليه من قبل الشعب السوري نعم. يعني نحن نعرف هناك منصه القاهره وهناك منصه موسكو صحيح. وفيها شخصيات وطنيه ومنصه موسكو تخرج الشخصيات المشاركه فيها من ضمن الجمهوريه العربيه السوريه وتسافر الى جنيف صحيح فهذا وفد فينا نعتبره يمثل فريق يمثل جناح يمثل رؤيه وطنيه طرف. سوريه قد تتباين بنسبه هامشيه معينه مع رؤيه النظام وهذا امر طبيعي يعني الاختلاف في الود لا في الراي لا يفسد للود صحيح قضيه صحيح ولا يجوز ان نقول يجب ان تتطابق الرؤى بالمطلق يعني ما في سياسي بازمه مستعصيه وقاسيه تكالبت عليها كل دول العالم مثل الازمه السوريه فينا نطالب بان يتم التوافق الكلي ودائما وابدا المفاوضات السياسيه لازمات بهذا الحجم بهذا التعقيد بهذا التركيب بهذا التداخل تكون دائما قاسية وصعبة وربما هي أصعب من الميدان رغم أن التشارك بينها وبين الميدان قائم يعني على سبيل المثال ليست التفجيرات التي تحدث في سوريا أو القصف على مدينة دمشق إلا من باب الضغط على الوفد السوري وعلى السلطة السورية من قبل السعودية السوري. ومن قبل تركيا أيضا وخاصة ما رأيناه اليوم لذلك لا الرياض بمثل صحيح. نفسه إطلاقا ما بمثل نفسه وأنا برجع أقول هو مدان بتسميته أن يسمى وفد الرياض طيب ديمستورا اليوم يقول بأن وفد الرياض خروجه من هذه المفاوضات هو مجرد موقف استعراضي بينما لافروف او موسكو اعتبر ذلك افضل للمحادثات وأنها يجب ان تجري بشكل جيد حتى ان لافروف قال بالحرف الواحد ترك المتطرفين لجنيف يعني تعافي المفاوضات يعني هي صارت بصحه جيده بعد ما انسحبوا اليوم برايك لاي درجه اليوم وفد الرياض رح يواجه تهميش بالمرحله المقبله رح يكون فعلا مستثنى بشكل كامل بسبب هالولدنات اللي عم يقوم فيها دي مستورة تصريحه المؤتمر بيستمر بمن حضر نعم. هذا تصريح يشكل طعن لوفد الرياض في الواقع نعم. وبمعنى أن مؤتمر جنيف مستمر سواء حضرتم أم لم تحضروا هو مستمر لأنه قرار دولي كما بدأنا الحديث وبالنسبة لتصريح لافروف صفعة عالية يعني هو كأنه يصنفهم أنهم مشاغبون وأنهم إرهابيون وأنهم جاءوا لتعطيل العملية السياسية صحيح. ولذلك فالمؤتمر سوف تكون خطاه أكثر نجاحا وأكثر سيرا إلى الأمام صحيح الرياض مفيتون يعني جماعة الرياض مفيت يأخذوا قرار من رأسهم مثل ما حكينا لكن برأيي سيلتحقون بمؤتمر جنيف أيضا قد قد نلحظ تغيير في شخصيات ممثله في مؤتمر الرياض في المستقبل يعني الشخصيات التي احترقت نتيجة تصريحاتها العالية والحادة والتي لم تعد قادرة على أن تعود إلى مسار التفاوض لأن التفاوض هو تقاطعات في منتصف الطريق نعم. يعني ما عنده قدرة على أن يتقاطع في منتصف الطريق مع كل الأطراف لا يصلح أن يكون شخصية تفاوضية صحيح. إطلاقا فطالما بعض الشخصيات منا برأيي اقتربت من الاحتراق تماما قد نلحظ تعديلا في تسمية شخصيات جديدة تدخل على وفد الرياض ويلتحق في مؤتمر جنيف لاحقا طيب. روسيا اليوم تسعى لإخراج بعض المنظمات الإرهابية أو المجموعات من نظام الهدنة ولكن واشنطن ترفض اليوم واشنطن إلى حد هذه اللحظة تدعم المجموعات من يسمى جيش الإسلام أو أحرار الشام دعم هذه المجموعات الارهابيه من قبل واشنطن اليوم الى ماذا يدول هي ليست فقط تدعم هذه المجموعات الارهابيه وانما على العلن تعلن هذا الموضوع مع انها في بعضها دخلت تنظيمات ارهابيه صحيح الامريكان والروس هي نقطه خلاف بيناتهم نعم الاتفاق الدولي بقرار مجلس الامن جبهه النصره وداعش هما فريقا الارهاب في نعم. سوريا وصار اختلاف وصرح وصار لافرو الخصوص على باقي الفصائل انه هن بيعتبرون الروس فصائل ارهابيه والسلطه السوريه بيعتبرون والشعب السوري بيعتبرون وكل متابع سياسي وجداني من داخل وخارج هذا الوطن بيعتبرون منظمات ارهابيه، لكن اه امريكا بتقديري لا تقطع كما يسمى في التعبير التاريخي السياسي شعره معاويه مع بعض الفصائل المسلحه لكي تشكل لها ورقه ضغط على السلطه وعلى المفاوض السوري في جنيف حتى، يعني هي تعتبرهم ورقه ضغط لكن لا تتبناهم تبنيا صريحا ومعلنا. يعني ما زالت امريكا تتنصب عفوا عفوا استاذ ممدوح الاثنين الماضي عند تصريح الدكتور بشار الجعفري بلقائه مع الصحفيين قال بان المفتي لاحرار الشام عبد الله المحسيني وهو سعودي الاصل هو ضمن المجموعات الارهابيه وهو من من اوائل الارهابيين الموجودين في القائمه في القانون الدولي نعم طيب اليوم كيف تسمح لنفسها واشنطن بان تقول بان احرار الشام ليست منظمه ارهابيه والقائد لهذه المنظمه هو من اوائل الارهابيين لديها ضمن القائمه تماما هذا امر بيتم بيتم بالنسبه للاداره الامريكيه ببساطه وسهوله تغيير هذه الورقة عندما تشكل ورقة إحراج دولي لها يعني بيتغير الشخص بيتحيض الشخص لكن هي لا يمكن تتخلى عن علاقة مع فصائل مسلحه على الارض السوريه حتى يتم او تتم صياغه قرارات الحل السياسي في جنيف النهائيه لا يمكن يعني نحن بنعرف ايضا امريكا تسعى الى بناء مطار لها في القامشلي، مطار عسكري ونعرف ايضا انها ارسلت خمسين جندي في البدايه او خمسين بتسميها هني خبير مم. الى المنطقه واليوم راس لي 250 واحد جديد فهي كليتها من شان يضل لها ورقه قوة ضاغطه على, على الارض لانه بالمقابل هن شعروا الجيش العربي السوري بالتنسيق مم. مع الطيران الروسي اللي دخل على المنطقه كثير حجمون وكثير كشف ورقتهم اللي قالوا فيها واللي اشتغلوا فيها سنتين زمان وأكثر تحت قوة تحالف بالقصف وانكشفت اللعبة كما نقول نحن في الحياة الشعبية فهني بدهم يحافظوا على خط عسكري إلهم مسلح لكي يستطيعوا أن يساوموا عليه خلال الاتفاق النهائي في جنيف لكن هاي التنظيمات كلها بتفرط هاي لواحق وتوابع لا تشكل على الإطلاق قوة استراتيجية لامريكا، يعني انا ما فيني انكر انه اوباما امبارح كان له تصريح ما يقول فيه يجب ان ننهي او تنتهي معاناه الشعب السوري. صحيح. يعني هذا الامر ولا يمكن من... اقامه منطقه, ولا يمكن إقامة في منطقة ولا عازله ولا يمكن اقامه منطقه عازله إطلاق، اطلاقا فهذا الامر الحقيقه هو الاساس، اما هدوك هن فروع وهن اوراق احتراق مرحليه لانه بالسياسي وبالمفاوضات مثل ما حكينا دائما بده يكون معهم اوراق على الارض القوي على الارض بده يكون قوي على طاوله المفاوضات فانا ماني شايف السياسه الامريكيه الا متوافقه على ايجاد مخرج نعم للازمه السوريه باتفاق كل الاطراف السوريين في مؤتمر جنيف طبعا هذا ليس ثناء ولا اطراء على الارادي والاداره السياسيه لا صحيح. لكن هذا فرض الامر الواقع صحيح. فرضيته صحيح. القوى العسكريه السوريه بالتنسيق مع الاصدقاء الأرض. المقاومين معنا لأن الحقيقه الارهاب ايضا مثل ما قال اوباما يهدد العالم ولا سيما داعش يعني داعش يشكل قوة إرهابية للعالم بأجمعه وعلى فكرة هو ما يقول الحكي عن قناعة ما وليس استهلاك وليس من دولة ولا استعراضا من إعلاميا صحيح. أبدا ما استهلاك ولا استعراض إعلامي يقوله عن قناعة كاملة وإلا ما كان في مبرر الأمريكان يوافقوا على توصيف جبهه النصره وداعش بانهما منظمتان ارهابيتان. جميل اليوم انا استطيع القول انا بان كل ما يجري من تصعيد هو بتنسيق مع امريكا وأن ان الاطراف الاقليميه كالسعوديه وتركيا خرجت من تحت الغطاء الامريكي ودون الرجوع الى الراعي الامريكي. م. يعني اليوم حتى اللي شفناه بدمشق اليوم الله يرحم نعم. جميع الشهداء امين في امين ويشفي الجرحى بست زينب بالتفجير اللي صار. نعم رحمهم الله جميعا. الامريكان وفد الرياض بجنيف كان في قصف على مدينه دمشق صح. ولما اللي انسحب صار في قصف على مدينه دمشق انا برايي هذا لعب وسلوك تستقل فيه السعوديه دون الرجوع الى الاداره الامريكيه قد لا تضغط عليها الاداره الامريكيه لعدم القيام بذلك لكن انا ارى من يوم ما قدم مثل نسمي كشف حساب اوباما من شهرين زمان بسياسته وسماها للقوة السعودية بالقوة الجامحة وقالوا البريطانيين والفرنسيين أو البريطانيين عن السعوديين بأنهم لا لم لا يمتلكون خبرة سياسية ووصف أوباما أردوغان بأنه ظالم هذا الحكي وتوقيع اتفاق إيران عمل طلاق غير معلن بين الإيقاع السياسي لدول الإقليم وخلف دائما لا يجوز ان ننسى اسرائيل وبين امريكا امريكا جادة مع الروس على ان لا تهدم الكيانات السياسيه للدول في المنطقه لا لحسن نواياهم اطلاقا انما لانهم ادركوا ان هذه المنطقه ان تخربت كياناتها السياسيه كدوله لا. ومؤسساتها وحتى جيوشها فان العالم كله لن ينفذ من النتائج وقد يمتد ذلك على دول اوروبا ومن ثم على العالم كله. يعني الروس اعلنوها اكثر من مره وانا سمعت لبوتين ما يقول نحن ندافع عن مصالحنا الوطنيه في سوريا. هم. اعتبر قضيه وطنيه ان يحارب الارهاب على الارض السوريه. والامريكان مستوعبين ذلك والفرنسيين التفجيرات اللي صارت فيهم حسوا فيها وبروكسل كانت مؤشر كبير ايضا لكن الدول الاقليميه شعرت انها اختلفت مع امريكا في فكره اساسيه خلينا نقولها بصراحه اعلنت منذ البدايه اسقاط النظام السوري وتغيير الرئيس بشار الاسد في سوريا كلهم راهنوا على ذلك بان النظام سيسقط وأن الرئيس يجب أن يرحل وأوباما كان يصرح بالسنة الثانية والثالثة على الرئيس بشار صحيح ولكن أن منذ فترة منذ سنة تقريبا آه، لما اللي صار الواقع معطيات الواقع أكبر من أحلامهم وهزمت لهم مشاريعهم الحقيقة مشروع العثماني الجديد ومشروع السعودي للحركة آه، الوهابي في المنطقة والأتراك لهم الإخوان المسلمين لما اللي سقط على جبهة الصمود مثل ما منقول وصخرة الصمود السورية شعبا وجيشا ومقاومة شعبية بكل تسمياتها مع وقوف الأصدقاء معنا اضطروا الأمريكان يرجعوا خطوة إلى الوراء ويعملوا تلاقي مع الروس بقراءة جديدة ووضع ملامح ورسم خارطة للخروج من الأزمة السورية لكن ما زالت الأطراف تراهن على مشاريع السابقة لسبب أساسي نعم. مستقبل السياسي ارتهن بما طرحته في البدايات يعني أردوغان عندما تنتصر الإرادة السياسية السورية مستقبله السياسي سينتهي في تركيا قولا واحدا و الأكراد في سوريا لا يشكلون بالنسبة لنا عبر التاريخ مشكلة وطنية لكن في تركيا دائما كانوا يشكلون له مشكلة سياسية واجتماعية واقتصادية أيضا ووطنية لذلك هو كان حريص جدا على ان يغير كل تركيبه الجغرافيا السياسيه في المنطقه ويوزع توزيع ديموغرافي جديد ايضا في المنطقه تا يحل مشكلته. نعم والسعوديون نفس الشيء يعني من يوم الهزاز اللي راح نعم. والملك عبد الله طرحوا مشروع في المنطقه، انهزم المشروع السعودي وانهزم المشروع التركي وانهزم بالتالي وراهن المشروع الاسرائيلي الصهيوني. اللي هو يتمثل في اسقاط النظام السياسي في سوريا نعم. وتغييره بما يخدم مصالحه الاقليميه وامريكا ما كان عندها مانع في البدايه يتحقق هالشيء لما اللي برجع بقول لما اللي فشل هذا الامر اضطر الامريكان برؤيتهم الاستراتيجي والعالمي كدوله عظمى يقراوا الواقع بقراءه مختلفه ويتفقوا او يتوافقوا مع الروس على وجود مخارج للازمه السوريه، لكن هؤلاء الاطراف الاقليميين سيبقون على مواقفهم هذه الا اذا حدثت احداث داخليه عندهم وصار في مؤتمر او قرار بمجلس الامن ويحذر وربما وضع تحت البند السابع للدول التي تدعم الارهاب في سوريا. عندئذ يحجم دور السعوديه ودور الاتراك في سوريا. طيب. اليوم في ظل هذا بس طيب. ما بيغيروا جلدهم، يعني يعني هن ما بيغيروا جلدهم السياسي، هذا هويتهم، هذا كيانهم، هذا دمهم. يعني تغيير الاشخاص الذين راهنوا على سقوط سوريا ليس بعيد عن هؤلاء الاشخاص بان يتغيروا وان ينصفهم التاريخ كما اول دوله تم تغييرها هي صح. قطر، صح. قطر لك. قطر اول اللاعبين في هذا نعم المجال نعم. طيب اليوم في ظل هذا التعطيل وهذا التصعيد برايك كيف استطاعت سوريا وحلفاء سوريا مع هذا التصعيد من قبل وفد الرياض من خلال ما نراه على الارض من تفجير ومن صواريخ وغيرها بالاضافه الى نسمع كلام كبير اليوم عن معركه حلب نعم بدايه النظام السوري السلطه السوريه مستمره نعم. في تصديها للارهاب والجيش السوري يزداد قوة ومناعة في الواقع وهذا أمر طبيعي بخبرة متراكمة عبر خمس سنوات نعم. ويحقق إفشال متتابع ومتتالي لكثير من المواقع للإرهابيين نعم. هذا أمر بالنسبة للقسم الأول من السؤال القسم الثاني معركة حلب تم الحديث عنها إعلاميا بقوة أن الإرهابيين يحشدون قوة هائلة لمعركة حلب نعم وتم افشال هجومين كبيرين للارهابيين في حلب من قبل الجيش السوري والمقاومه الشعبيه السوريه ايضا. حلب معركه اردوغان معركه اردوغان داعش اردوغان صحيح جبهه النصره السعوديه يعني صحيح توزيع هيك ظاهري رغم التنسيق بيناتهم يعني كقيادات سياسيه بين تركيا وبين السعوديه. لكن من الاكيد لن يسمح على الاطلاق ب سقوط مدينة حلب في أيدي الإرهابي <applause> على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد لأن ذلك يغير المعادلة بكاملها ويعيدنا إلى المربع الأول وهذا أمر لن يكون لن يكون لسببين السبب الأول السبب العسكري ما قادرين على الإطلاق هن يحققوا هالهدف هذا بسبب قوة الجيش السوري والمقاومة الشعبية وحتى إرادة الشعب العربي في مدينة حلب نعم يعني الحلبيون صامدون حتى نقي العظام فعلا وقدموا ثباتا وطنيا ومواقف اكدت وطنيتهم الصادقه نعم والجيش القوي والمقاومه الشعبيه يعني ابناء حلب جمله بين قوسين نعم بنعرف عم يخدموا عسكريتهم ضمن مدينه حلب وما يدافعوا عن احيائهم صحيح اضافه الى المقاومه الشعبيه والدفاع مجرد. الوطني وما شابه ذلك. الامر الثاني الامر السياسي. يعني لن طو... لن يعطى اردوغان ورقه سياسيه قويه ابدا لن يعطى والامريكان ما بدهم يعطوه. اليوم كل الانظار يعني البيقول... إلى حلب. لما بيقول لما بيقول اوباما ما في شيء اسمه منطقه عازله. صحيح فكيف ما في منطقه عازله وكيف بيخلي النهج الارهابي التابع لاردوغان ينتصر في مدينه حلب. إذا انتصر في مدينة حلب بالتالي بيعمل تواصل صحيح. مع الحدود التركية وبيفتحها منطقة عزلة. إذا منطقة عازلة مسموح فيها فكيف بده ينسمح بسقوط مدينة حلب في أيدي الداعشيين؟ هذا أمر لن يكون لا بالمعادلات السياسية القائمة أبداً ولا بقوة المقاومة العسكرية والشعبية السورية سيحبطون ذلك بالتاكيد، قد يكون هناك تقدم في جيب ما، في زاوية ما، لكن نحن ما نحكي من حيث النتائج سيكون الدور التركي واضح بهذا الموضوع الاتراك اليوم عم يدخلوا اسلحة وعم يدخلوا عناصر حتى على شمال اللاذقية صحيح يعني على شمال اللاذقية عم يمارسوا لحد هذه اللحظة إيه لحتى هذه اللحظة ما يدخلوا عناصر وما يدخلوا سلاح وما يمارسوا القصف حتى عم يحاولوا بشتى يعني الوسائل صحيح. اكثر من مره قصفوا من الاراضي التركيه صحيح لكن هذا هي كلها ما راح بتغير بالمعادله يعني انا متفائل ان سوريا معركتها قاسيه وصعبه لكنها منتصره ليش؟ نعم قلنا لانه القرار بين الكبار يجب تهدئه الوضع في سوريا والقرار بين الكبار اقتنعوا الامريكان برجع بقول تحت ضغط الانتصار السوري ان لا مجال لتحقيق مشاريع الاولى اطلاقا انتقلوا الى انتقلوا الآخر. الى التفاوض السياسي طيب. انتقلوا الى برايك التفاوض برايك امريكا تضغط من جديد على روسيا في سوريا او ان التوافق الروسي الامريكي مع بعضهم الذي اسس لجنيف 3 اللي عم نشوفه حاليا يعقد لوقف الاعمال القتاليه لم يعد قائما اذا رجب تنظر لهذا الموضوع الاتصالات والتنسيق وتبادل الاراء لا تنقطع ابدا حتى الخبراء العسكريين الامريكان والروس لهم غرفه عمليات مشتركه لمراقبه وقف اطلاق النار في سوريا ولتبادل الـ الـ الاراء بما يخص تطور الاحداث على الارض السوريه وهي صرح فيها بوغدانوف ما من عندي انا صحيح بوغدانوف صرح فيها التفاوض مستمر لكن لما نقول توافق لا يعني اتفاق هناك تفاهم ثلاث درجات وهناك توافق وهناك اتفاق قطعت المباحثات الأمريكية الروسية مرحلة التفاهم وصلوا إلى مرحلة التوافق التوافق على نقاط عديدة وبقاء نقاط عليها اختلاف لكن حجم التوافق اكبر من حجم الاختلاف بالاختلاف. اكبر من حجم الاختلاف لذلك جنيف سيستمر سواء بالرابعه ولا بالخامسه ولا بالعاشره سيستمر لانه اصبح هناك قناعه دوليه هنا مخرج وحل الازمه السوريه وهم متفقون على ان تحل الازمه السوريه لكن لا نستعجل يعني الامور قد تستمر حتى الخريف يعني انا متفائل بقناعات أوباما ما بأمريكا كسياسي دولي بقناعات أوباما أنه لن يزيد المنطقة اشتعالا ولا تفجرا وليس مع تقسيم المنطقة رغم التصريح اللي سمعناه أن كيري طرح الحدود الفاصلة وبيصير بعدين تنسيق بيننا وبينهم هاي حصتنا هاي يسألك عنها نفوز الروسي الأمريكي صحيح أنه هاي حصتنا وهي حصتكم هاي ما بتمشي ما بتمشي. يعني نحن عندنا صديق وحليف كثير قوي واخلاقي معنا. هلا هنن كحل سياسي. ايه، هو طرحه بهالمنظور لكن هذا ايضا ما بيشتغل معنا ولا ولا رح يمشي ابدا. ما بيمشي والروس بالمناسبه يعني يجب ان نكون اه نتكلم سياسي. الروس ما اه ما لمصلحتهم هذا الامر يمشي. يعني ما لهم مصلحه. الجمهوريه العربيه السورية ما لهم مصلحه ليش لحتى يقولوا قصدك على الامريكان؟ لا الروس الروس, الروس 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 لا يمكن ان يوافقوا على مم. ذلك لا اطلاقا لانه هن بدن دوله مثل ما هي وكلياتهم قالوا وحده الارض السوريه حتى بجنيف واحد وحده الارض السوريه صحيح يعني, يعني معلنه ما في يهربوا منها لذلك التقسيم ما نوارد لانه في قرار دولي بهالخصوص سوريا دوله واحده موحده لكن دائما قلنا التفاوض متعثر وصعب لأن الحقيقة الأزمة السورية شائكة جدا أوروبا داخل فيها إسرائيل اللاعب الأكبر في المنطقة على فكرة صحيح. اللاعب الأكبر الأتراك السعوديين وراهن أمريكا هذا الأمر كثير معقد البشهد السوري كثير معقد رغم وضوح الرؤية بالمخارج والحلول لكن تضارب المصالح خارج اليوم ما كثير ازدواجيه عند واشنطن عند الولايات المتحده الامريكيه يعني كثير في ازدواجيه كثير في تعامل بضبابيه بالنسبه لهذا الموضوع من البدايه الموضوع من البدايه من البدايه كنا نسمع كيري اليوم يعطي تصريح الصبح والمساء يعطي تصريح عكسه تماما من البدايات كان في تصاريح متناقضه ومواقف متناقضه هذا بيعكس طيب مزبوط من البداية بس أيه. هلأ نحن عم نقول لازم يكون في أوراق جديدة فرضت على الطاولة لازم يكون في أمور تفاهموا عليها من جديد هاي رغبات نحن بنتمنى تخلص ب 24 ساعة لكن بدنا نضطر نعترف بالحقيقة بدني رسموا مصالحهم يعني كيف بدي رسم مصالحهم يعني لما اللي حكوا بالحكومه سماها الدكتور بشار الجعفري بالحكومه الموسعه نعم سمت المعارضه بالحكومه الانتقاليه مم. جهاد مقدسي قال حكومه انتقاليه صحيح. بينما الدكتور بشار سماها حكومه موسعه لما البدني يوصلوا تيحكوا بتفاصيل الحكومه الموسعه واذا قلنا حكومه انتقاليه تسميها هلا ما كثير بدهم يطرحوا اسماء للدخول فيها صحيح بده يحكوا بتحديد الوزارات السلطة ستتمسك بوزارات السيادية والروس يدعمون ذلك وسيفرضون ذلك الروس سي... السوريون سيفرضون ذلك هناك وزارات سيادية ما حدا فيتو بقرب من المعارضة حتى المعارضة من منصة موسكو ومنصة القاهرة لن تمس المواقع الوزارية السيادية هل لهيك هني ما يختلفوا وما يتانحوا مع بعضهم مثل ما بنحكي باللغة الشعبية انه شو بدها تكون حصتنا عندكم وشو بدكم تعطونا نحن بدنا نحرقهم او الشعب السوري بده يحرقهم بشغله وحده وهي بده يحترقوا كلهم فيها صحيح. لما بده يوصلوا على صناديق الاقتراع صحيح. يعني انا بدي أضطر سمي يعني شو حصته عنا بصناديق الاقتراع هل اللي اقام كل عمره بفرنسا السيد ماخوس لما بده يجي ويرشح حاله فرضا على البرلمان شو حصته؟ مش شو حصته رياض نعسان آغا اللي كان وزير وانشق ورياض حجاب اللي كان وزير وانشق وعاش على خيرات هذا البلد وتنعّم بموقعه كرئيس مجلس الوزراء وقبلك وزير زراعه وقبلك محافظ صحيح. فهني بدهم يحترقوا كلهم وهني عارفين حالهم لهم شعبيه بالمناسبة يعني ما حدا ما بيعرف حاله خاصه السياسة وبالتالي لما بدنا نوصل نحن كوفد سوري مفاوض معهم بمؤتمر جنيف لتحديد المشاركه اللي بدهم يدخلوا فيها نعم. في العمليه السياسيه سواء بحكم انتقالي ولا بحكومه موسعه بدهم يعرفوا حجمهم وحصصهم قديش بدها تكون هزيله وستكون هناك لجان لجان بالمناسبه يعني هن بيجوز يشتركوا باللجان وهي خديه مني معلومه ستكون هناك لجان مراقبه واشراف م. على الوزارات عندما تتشكل حكومه موسعه ضمن اللجان سيكون ستكون شخصيات من المعارضه الخارجيه والداخليه م. لجان مراقبه واشراف لا تمتلك القرار انما تمتلك المراقبه والاشراف وتقديم التقارير حول سير الوزارات العمل الوزارة نعم نعم, الوزارة نعم. نعم طيب اليوم جوله اوباما التي قام بها سواء بداها بالسعوديه ومستمره حتى الان واليوم هو موجود في المانيا بمناقشات مع رؤساء مع قاده المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا بالنسبه للوضع في سوريا وايضا تصريحاته مم. شو رايك بهي الجوله بدا من السعوديه و... والحديث عن الخلافات أه بدنا نعترف بشغله أه امريكا دوله مؤسسات نعم. امريكا القرار آه ما بس للرئيس القرار بده يدرس من كل المؤسسات اللي لها علاقه بالسياسه الخارجيه كل الجهات الحكوميه بكل الجهات والاطراف الفاعله في السياسه الخارجيه نعم. يعني هذا امر بدنا نقرر فيه والعلاقه السعوديه الامريكيه توترت في الفتره الاخيره قولا واحداً لدرجه الكونغرس هذا امر لما بيتم اعلانه بالاعلام ما امر عابر الكونغرس يدرس قرار حول مسؤوليه السعوديه في تفجيرات ايلول في امريكا ببرج التجاره العالمي هذا امر كبير الحقيقه هل يدين ام لا يدين لكن مجرد الاعلان عنه هي ورقه ضغط على السعوديه صحيح. ويجب الا ننسى أن الرأي العام الأمريكي والأوروبي أصبح ضاغطاً بهذا الاتجاه بتحميل السعودية مسؤولية ما يحدث. العبء الأكبر. في في من إرهاب في العالم. سهل. اللي صار بفرنسا واللي صار. أوباما أصلاً. صرح بها علناً. نعم نعم. السعودية أنت خاف من الإرهاب الموجود في داخلها. نعم. وقال قال لا يخافوا من الخارج يخافوا من, من الداخل اللي عندهم طبعاً. فالزيارة الأخيرة إجت لي. تفهيم السعوديين واعطاء القرار الامريكي ان الامريكان لن يتراجعوا عن قرار الحل السياسي للازمه السوريه لن يتراجعوا عن ذلك وان السعوديه لديها اوراق او عليها اوراق سلبيه كثيره ولذلك ايضا شو ردوا السعوديين اذا بنذكر ردوا باستثمار بسحب الأرصدي الماليه لهم يعني يعني صار لأمريكي. في معركه انا برايي معلنه بين السعودية وبين امريكا بهذا الخصوص هذه معركه معلنه هناك دراسه قرار تحميل السعوديه المسؤوليه برد السعوديين بسحب الأرصدي تبعهم هذا امر وصل على العلن فاجا اوباما تا يبقي على الحد الادنى من العلاقة الأمريكية السعودية يعني كمان ما بيجوز ما بيجوز معاوية شارك معاوية ما بيجوز نتصور أن أمريكا بترمي بسلة المهملات الحقيقة حلفاء في المنطقة للساهم احتاجتهم والساهم محتاجة للنفط والساهم محتاجة لها الاقتصادية الاستراتيجية أنا برأيي اللي انبرت من تحت الطاولة بين الخليج وبين إسرائيل يعني أمريكا بتعنيها إسرائيل ودول الخليج اشتغلت الان مع اسرائيل الله لا يعطيها العافيه ونسقت معه و... والاسرائيليين ما يقولوا بلغ الحد تعاون امني واقتصادي استراتيجي هاي تصريحات ال وعلى العلن يعني ما عاد خجلانين من, من إيه؟ الموضوع ما الموضوع مخبى يعني شفنا صوت وصوره رئيس الاستخبارات السعوديه موجود م... عندهم موجود عندهم يعني هي معلنه صحيح فاذا اوباما اجى للحفاظ على هذا الحد الادنى لكن اكد على الثوابت بالنسبه لسياسته بما يخص الازمه السوريه. لا وجود لمنطقه عازله لا يجوز ان تستمر ازمه الشعب السوري. نعم. يجب ان يكون المخرج عبر مؤتمر جنيف وبتقديري كان الحديث الاهم حول ما يجب ان يحمله مؤتمر الرياضات الثلاث الى جنيف في جوله لاحقه. حلو هذا الحكي. نعود إلى أوباما أيضا عندما قال من أهم تصريحاته بالنسبة لأن التدخل البري في سوريا هو خطأ كبير وأن تحرير رقم الموصل من داعش هو أمر ليس بخطير أو ليس بصعب وأن القضاء على داعش أولوية برأيك هل هذا هو مؤشر للتعاون فعلا بالقضاء على داعش سواء كان داخل سوريا أو حتى في العراق قناعتي أوباما يتكلم قناعته أنا بعتبر أوباما من أهم الرؤساء الأمريكيين اللي مروا على رئاسة أمريكا بمرر كل مصالحه بدون ما يخسر فنجان قهوة عكس إدارة الجمهوريين على جورج بوش بأيام جورج بوش الإبن أو جورج الـ بوش الـ الأرعن والأحمق وعكس تصريحات ترامب القادمة وحتى كلينتون المترامي على الأقدام, الأقدام الصهايني مشان توصل إلى الرئاسة أوباما يتكلم قناعاته وهذا الرجل لو لم يكن حريص على عدم خلق تفجيرات سياسية كبرى في العالم لما أقدم على على الإطلاق على توقيع الاتفاق النووي مع إيران برجع بأكد الاتفاق النووي مع إيران أغضب إسرائيل إلى أقصى حد درجة الجنون صحيح أبدا أغضب السعودي إلى أقصى حد وكل دول الخليج وما بدنا ننكر هناك تناقضات سياسيه وهناك شحن عسكري بين دول الخليج وشحن اقتصادي حتى حرب اقتصاديه بخلال النفط كيف السعوديه ما تنزل النفط مشان تاثر على السعر النفط الايراني والروسي ايضا ف اوباما لو لم يكن يحمل قناعات بانه لن يترك البيت الابيض الا وقد أوصل المناطق المتفجرة إلى حد كبير من الاستقرار لكان بإمكانه أن يفعل غير ما فعل وداعش في العراق ستلقى ضربات موجعة ستلقى هذا ما صرح به ستلقى ضربات موجعة والأمريكان لن يرسلوا جنديا ومن زمان صرحوا إلى سوريا صحيح. للمواجهة مع الجيش السوري ومع حلفاء الجيش السوري لن يفعل ذلك لكن برجع بقول تواجد 250 وقبلهم 50 او بكرميه ورا منهم هاي اوراق ضغط سياسي وليست قوه عسكريه على الاطلاق لمواجهه الجيش السوري او المقاومه الشعبيه السوريه هذا الرجل لن يذهب انا برايي الا ويكون قد وضع هل الحادي جدا على مسار الحل النهائي لذلك لذلك نحن امام شحن واخذ وعطاء وتسخين وتفجيرات وقصف ومواجهات حاده من هلا للخريف ان شاء الله بيكون قبل بس بالخريف يفترض ان توضع كل اللمسات الاخيره على الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه في جنيف طيب. اليوم مقابل السؤال الاخير بعد اذنك استاذ ممدوح اليوم بالمقابل لجوله اوباما المتحركه آه نرى جوله جولات نتنياهو ايضا التي لم تقف آه وخاصه برايك آه ماذا يريد بالاخير او ماذا تريد اسرائيل اهمها موسيقى. الى روسيا طبعا نعم. إيه ولقاء بوتين اسرائيل يعني بدنا نكون منصفين عند رعب حقيقي وهاجس بيقلقها كابوس وجود دول مقاومة في المنطقة سوريا بكرة العراق إذا تم تنظيفها نعم. واصل إلى إيران نعم. وخلينا نرجع إلى ما قبل حتى انفجار الأزمة السورية نحن سمعنا من السياسيين اللبنانيين لا. ومن الملك عبد الله في الأردن كلام عن ما سموه بالهلال الشيعي يومها صحيح والغرض من ذلك يومها إحياء الشحنة الطائفية والعصبية الدينية في المنطقة فإسرائيل بتشكل لإيران حقيقة هاجس عسكري واقتصادي إيران دولة قوية خوف الأكبر وتمتلك قوة اقتصادية كبرى وقوة عسكرية وقوة عسكرية كبرى وعسكرية كبرى واليوم حصلت على اس 300 صح ف... فنتنياهو لما اللي اخذت ايران الاس 300 طار الى موسكو طبعا الاعلام قال لكي يضمن ألا تصل الاسلحه الى حزب الله صحيح. في جنوب لبنان عبر سوريا ولكن هو من البديه ان تصل اليه طالما وصل الى ايران بجوز نعم. بيجوز آه ظن انه هو بده ياخذ ضمانات موثقه من بوتين لكن ما فيتو بوتين آه بيضمن هذا الامر بيقول له نحن تمنينا على الايرانيين ان تكون هذه الاسلحه للدفاع عن الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ولكن اذا بيتغير النظام في ايران اذا بيجي نظام متشدد اكثر اذا بيروح بوتين من روسيا اذا اذا من بيضمن الأسلحة ما راح توصل؟ بجوز توصل علما الايرانيين ما مخباين لما يصير حرب على سوريا من قبل اسرائيل هم الى جانب النظام والسلطه في سوريا صحيح. بمعنى قد يتدخلون عسكريا وهذا امر يعبه فعلا لا, لا لنتنياهو وحزب الله مشكل له خوف حقيقي ولا بيجوز ننسى شغله تاريخيه وهي اسرائيل انسحبت بال2000 بدون قرار دولي ولم تعلن احد من جنوب لبنان اسرائيل بال2006 هزمت امام المقاومه اللبنانيه من قبل حزب الله اخضعت اولمرت رئيس وزراء الى محاكمه وادين بهزيمته بال2006. بال2008 على غزه ايضا لم تنتصر، لذلك نعم. عن جد اسرائيل عندها هاجس وعندها خوف من المقاومه من, هذا الموضوع. من المقاومه ومن النظام الايراني الداعم لهذه المقاومه واللي قطب الرحى فيه نعم. قطب الرحى في عقده هل هل الاسرائيليين وجود النظام السوري الوطني المقاوم ضد الكيان الصهيوني جميل. ولذلك هو قال انه والله الجولان ما بقى ارض سوريه والجولان بده ياخذها ولا حق فيها وهذا منافي طبعا لشرعيه الامم المتحده يعني هذا الحكي بالهوا هذا الحكي بالهوا تماما ما له اي قيمه سياسيه طيب. على الاطلاق انا كثير بشكرك الباحث المحلل السياسي ممدوح حسن شكرا, شكرا لكم للك وجودك معنا اليوم في نبض موسكو اليوم نحن كنا حابين نعلق على اخر اخبار موجوده اليوم بس ما اسعفنا الوقت اكيد بحلقات اخرى كثير بشكرك لوجودك لو معنا أنا, أنا, انا اطلت في الاجابات كان حوار ممتع جدا شكرا لك شكرا لك الشكر للك. موصول لكم مشاهدينا لحسن المتابعه اراكم في حلقه جديده من نبض موسكو الى اللقاء